الاسم ديالي الحجري محمد. انا واحد الشخص من الناس اللي تيسكنوا هنايا. التاريخ ديالي كيعود الى 1900 التاريخ الزياد ديال الجد ديالي، وهذه بطاقه كدلي من 1900. الناس سكنوا في عهد الاستعمار هذه البلاد، فوض عطاها لنا جدنا محمد الخامس، سكننا هنا وجدودنا سكنوا هنا، واليوم العمران كتقول لنا تحولوا من هنا، حيدوا من الارض ديالي. اليوم هاد الناس اسيدي الا بغاونا تحولوا يعطونا حقنا ونستافدوا، ونستافدوا حنا ولادنا. كاين 600 ديال الناس المجوجين هنا، يلاه 100 اللي محصيه، وهنا 600 وواحد حتى 700 كلها بالوليدات ديالها. اليوم حنا ماشي ضد القانون، يعطونا فين نسكنوا ويعوضوا الناس، وحنا مستعدين نتفاوضوا معاهم. ولهذا الله يجازيكم بخير، حنا تناشدوا سيدنا باش يحمي هاد الناس هادو ويعطيهم حقهم. وعاش الملك. خلقوا والدينا هنا، حتى حنا خلقنا هنا. والدينا اللي دوزوه هنا حنا دوزناه معاهم، كي والدينا دوزوا حياه ديالهم ابات المنتورات حنا دوزناها. اخر مطاف اللي كنشوف انا كلشي داك القانون راه ما كنعرفوش انا على حسب انسانه اميه. دوزنا الحياه ديالنا هنا، ما كاين حياه والو، والدينا كذلك والو. نهار اللي دخل عمران ما عطانا قانون، مشات هاد السوديه، مشات ايام ديال النصارى وداك الشيء، ما عطانا قانون، بقينا ضايعين لحنا ولا وليداتنا. ودابا حنا ماشي ضد القانون اللي دارنا المخزن قابلنا، ولكن ما يضيعوناش وما يضيعوش ولادنا. حنا اللي كنطلبوه هما وليداتنا، حنا ضعنا مشينا ما بقيناش ما دوزناش في الحياه ديالنا نهائيا، ولكن بقينا وليداتنا بنيتنا ما يضيعوش. وهادشي اللي هاد الناس راه ساكنين 160 عام هنا، والدينا توفاو هنا، راه كاين اللي قلع الحجر هنا وقلع الدوم وقلع كل شيء هنا، وساكنين 160 عام هنا. فين بغينا نمشيو؟ فين؟ ما عندناش فين نمشيو. عاش الملك.